هوية بريس نحو إعلام هادف. هذه الصورة التي ظهرت في مكتب الإرهابي نتنياهو والصحراء مبتورة، قلناها منذ أول يوم، الكيان الصهيوني لا علاقة له بالصحراء المغربية. الذين انتظروا أن ينصروا صحراءنا بالتطبيع مع العدو الصهيوني هم طعنوا قضية الصحراء في الظهر منذ أول يوم، وقلناها ونقولها، العدو الصهيوني لا عهد له ولا أمان له ولا حق له ولا شرعية له، فإن يعترف لنا بحقنا الشرعي في قضية الصحراء كمن يريد من لص سارق قاتل غاصب أن يعترف له بشرعية زواجه من زوجته أو ملكيته لأرضه أو لبيته. الذي جرى مهزلة تطبيعية خيانية للصحراء أولا ثم لفلسطين، قلناها ونقولها، أكبر هدية لمنظومة وبروباغاندا وأجندة عسكر الجزائر بتقسيم المغرب هي الذي جرى بالتطبيع باسم الصحراء. أكبر هدية للجزائر العسكر والبروباغاندا البوليزاريو هو أننا غلفنا التطبيع بقضية الصحراء. اليوم وقفنا على الحقيقة، هو أن هذا العدو لم ولن يعترف بالصحراء، وإن اعترف بها فهو مقتل لقضية الصحراء. ولهذا نقول مجددا، كفى من المهزلة السياسية التي قادها الموقف الرسمي المغربي في طعنة لقضية الصحراء وخيانة لشهداء قضية الصحراء وخيانة المسألة الخضراء. نحن كمغاربة نقول، وفاؤنا وعهدنا وفداؤنا لقضية الصحراء يمر عبر وحدتنا الوطنية مع الشعب ومع الدولة ومع المؤسسات، ولكن نصور كرافض للتطبيع من موقعنا الوطني بأننا ضد الملك وضد الصحراء وضد اليهود وضد الأمازيغية وضد المريخ. اليوم نتنياهو يقسم صحراءكم، أين جوقة التطبيع؟ أين أزولاي؟ أين أحمد الشرعي؟ أين الميدراديو؟ أين الهسبريس؟ هيا مازال حضر معنا، وأقول الهسبريس يروجون أن نتنياهو وغيره يعتبرون قضية الصحراء قضية تحالف مع المغرب. هسبريس الموقع الإماراتي وغيرهم من المواقع، جود وغيره، الذين يتهكمون على مناهضة التطبيع طيلة 3 سنوات، أينكم اليوم؟ وقد نشرتم قبيل المذبحة أنه ماشي مشكل ما تكونش القنصلية الأمريكية في الداخلة، لأنه إحنا بركة علينا المرسوم الرئاسي، وأصبحوا يتلوون ويلتفون حول ما وعدوا به المغاربة قبل 3 سنوات. اليوم ساعة الحقيقة، نتنياهو طعنكم وقد كنتم ستستقبلونه في نوفمبر المقبل بعدما بعث بالرسالة إلى المغرب قبل 2 شهر. طيب اليوم بأي وجه سنستقبل نتنياهو؟ بأي موقف سنقدم للمغاربة نتنياهو رسالة إلى بوريطة؟ أين قمة النقب 2، 3، 4، 5، 6، و10 من الوعود التي قلت لنا كمغاربة راه تعقدوا واحد قمة النقب في صحراء أخرى اللي هي الصحراء المغربية في الداخلة؟ أين هي النقب؟ أين هي النقب السي بوريطة؟ نحن إذا الآن ساعة الحقيقة، والمحاكمة لكل مسار التطبيع البئيس الذي انطلق في ديسمبر 2020 في طعنة للمغاربة ثم خيانة لفلسطين. اليوم ساعة الحقيقة، للدولة مجال وهامش للعودة إلى جادة الصواب. إغلاق مكتب الاتصال، إلغاء الاتفاقيات، سحب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، والدفع باتجاه دعم كفاح الشعب الفلسطيني كما هو موقفنا وموقعنا في رئاسة لجنة القدس واحتضان وكالة بيت المال القدس وحارة المغاربة والمغاربة على الأقصى المبارك. هوية بريس نحو إعلام هادف.